مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة تملول. بطبيعة الحال وفي قصة أخرى من القصص المؤثرة جدا لأم لطفل، بطبيعة الحال اللي كتعيش ظروف قاسية بعدما قام يعني شخص كانت تكتري عنده منزل بطردها، كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. فالسيدة رفقة الابن ديالها اليوم كتواجد يعني في الشارع عرضة للتشرد، عرضة للضياع. فاليوم ربما بدون رحمة وشفقة، كتقول بأن هذا السيد اللي كنت كاري عنده بعد ما شد يعني فلوس ديال الكرا بدل القفل وسد عليا وخلاني في الزنقة أنا والولد ديالي الصغير، وكتمنى من المغاربة باش أنهم يتعاطفوا معها بطبيعة الحال في هذه الظروف القاسية. غادي نخليوها السلام عليكم اخوتي المغاربه، انا متوقع فيكم مول الدار. خلص لي شهرين ديال الكرا وخلاني بدل القفل ديال الدار. خلى شحال وانت كاري عندك؟ عام. يعني كنتي كاري عام ما عمره قال لك شي حاجه؟ اه المهم وجا وسد علي، خرج انا غير نسخر وسد عليا الدار، خلاني في الزنقه انا ولدي. كيفاش تدار يعني هاد الخطوه؟ عاودي لنا يعني التفصيل. يعني ما دار عطاني حتى سابقين دار، بما انه غيبدل القفل ولا غيدير. يعني كنتي كتخلصي؟ اه كان اي شهر كنخلصو. كاين دابا هاد الشهرين خلصتو شهرين هكاك وسلفتهم، عطاهم ليا غير الناس. وملي عطيتو فلوس الكرا داري الكرا في جيبو وخلاني الله كريم. ما ولدي خرجتي عطيتو الفلوس شهرين ديال الكرا وخرج بين تسخر انا وولدي، وملي رجعت لقيت الدار مسدوده. يعني لقيتي بدل القفل؟ اه. كي جاتك انت هذه القضيه؟ يعني واش من حقه انه باش يسد عليك الدار؟ ماشي من حقه، ولدي باقي صغير، ولدي باقي صغير. دابا راه المدرسه، حبس المدرسه شهرين هادي، وخلاني دابا انا باقي فيا راسي، باقي فيا ولدي ضيع لي ولدي. شهر. يعني شهر وانت اه وحبس المدرسه؟ اه. اكيد ربما الشتاء كان داز عليا، الشتاء داز عليا البرد. حاولي تهضري، الناس كيشوفوا يعني دابا باش الناس يتعاطفوا معاك. دابا ما عندي فين نمشي، ما عندي فين لا ولدي. ولدي انا باقي في غير ولدي، ما باقيش انا في راسي ولدي، باقي في ولدي بلا مدرسه والبرد والشتاء والجوع، وشي يعطيك شي ما يعطيكش. ما كاينش اللي يصرف عليك؟ لا ما كاينش. باش ربما كتبات بالجوع. كان شي بعض خطرت ما كان اكل يومين. حسيت بالحقرة، ما عندي، ما كاينش اللي يحميني. واش ما عندكش راج؟ ما كاينش لا ما عنديش. عاودي الناس راه دابا باش يفهموا القصة ديالك ويتعاطفوا معاك. ما قدرتش نهضر. دابا فين يعني هاد الايام؟ فين عايشة؟ الزنقة. الليل كيوصل الليل كنتسنى صحاب البيكوبي متى كيحطو ديك البيكوب نمشي نعس فيها حتى الصبح. يعني كتنسيها في غير في الزنقة. يعني في الطوموبيل؟ اه. يعني لهاد الدرجة يعني ما كاينش الرحمة؟ ما كاينش الا غير حبك، ما كاينش. وشايفين معايا دري صغير. واش هذا حقرك؟ حيت ما عندكش الراجل؟ حقرني، ما عندي حتى واحد، ما عندي من يحامي عليا، حقرني. لهذا التجأ ليكم اخوتي، الله يرحم ليكم والدين اللي بغيت يتعاون معايا. واش حوايجك باقي عنده؟ باقيين. يعني باش من حق يعني تسد لك على حوايجك، تسد لك على يعني دابا باقي بلا هويه بلا ورقه حتى حاجه، كلشي داكشي سد عليه. بس على لاكارت ديالك؟ كلشي نبغي ندير غير ديكلاراسي، وكانشي الكوميسار عليك يقول لك لاكارت. شنو اللي خلى هذا السيد انه يدير يعني هكا؟ يعني كتخلص هكاك 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 شافني بوحدي، ما كاينش اللي حامي عليا، ما كاينش اللي يقف معايا، ما كاينش. انت بالبلاصه فين كاينه انت؟ عيط بدي عيط بدي. هنا الجامعه باش دابا؟
ايه جماعة ديال المزار. تملوش. اه قولي للناس يعني باش يعرفوا البلاصة اللي بغيت تساعد معاك. انا كنسكن في المزار في ايت بلول. انا بلاصة سميتها ايت بودي، كيقولوها ايت بودي. يعني ما حاولوش الناس يدخلوا باش ما كاينش اللي غير حامني. ما كاينش واش دابا ولدك يعني محروم من المدرسة؟ محروم المدرسة، محروم حتى من الماكلة، غير الماكلة راه محروم منها. الناس اللي واحد المرة اللي عضاضو غير ما يلبس البرد، والشتا راه الشتو ديال اش داز في الشتا، اش داز على البرد، راكم كلشي عرفتو شتو بعينيكم. جوج زراك واش داز عليا في الزنقة، الشتا والبرد، وراكم الناس في الديور، الناس في الديور فيهم البرد، وانا في الزنقة، مني الزنقة، مني الشارع، مني يعني ما كاينش ربما هنا. انا ما كاينش هنا. شنو رسالتك يعني لخوتك المغاربه اللي كيشوفوك اليوم؟ كنتمنى شي 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 محسن ولا شي محسنه يدور يعطيني غير فين نسكن. ما بغيت حتى حاجه، ما بغيتهاش. كنتي ربما قلتي لي كنتي خدامه بخير. كنت خدامه بخير وما خصني حتى خير. دابا الخدمه راه خرجوني، قالوا لي سير تفكي مشاكلك. يعني هذا دمر لك، دمر ليا كلشي. كان يعني كيفاش ما تقولي لي ربما؟ كنقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هادشي اللي غنقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ضيعتيني خليتيني مني الزنقة. شوف ربما ديال الدري حتى هما كلشي شكرت وكلشي كاينة في الدار. ما حاولتيش يعني ديري شكايات؟ درتها، درت شكاية، ديتها درت شكاية عند وكيل عمومي، ديتها للوكيل الملك. عندي قال لي ديها سير ديها للبوليس، ديتها للبوليس، قال لي مشات لواحد البلاصة سميتها لبيرغولا في الجزائر. صافي وما قدرش، ما عنديش طماش نركب هنا تاع الجزائر وين زقن، ما عنديش باش نركب، ما عندي باش نمشي. صافي بقيت الله كريم، بقيت في الشارع درت امر الله. لك الرقم ديالك وعاودي ياك باش الناس اللي بغات يتواصلوا معاك. محبطش. نقول لك 06 قوليها 06 25 39 39 06 06 53 53 06 06 25 39 06 06 53 53 الله يجزاك خير. امين. أنتم إخواني الكرام متابعينا الأوفياء أينما كنتم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، صراحة قصة تدمع العين بطبيعة الحال، بعدما يعني هذه السيدة لقات راسها متشردة وسط شوارع منطقة تيت ملول كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، بعدما تعرضت حسب الادعاءات ديالها بطبيعة الحال للطرد من منزل كانت تكتريه هنا بهذه المنطقة، بعدما يعني هذا الشخص يعني مسك يعني واجبات الكراء وبدل القفل حسب القول ديالها بطبيعه الحال، واليوم لقات راسها مع الابن ديالها وسط الشارع كما كتشوفوا معنا، وكتوجه نداء لكل القلوب الرحمه من اجل المساعده ديالها بطبيعه الحال في هذه المحنه اللي تجتازها. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق باش توصل الرساله ديال هذا الام رفقة الابن ديالها، لاننا كلنا كنعرفوا بان الشارع يعني ما كيرحمش والمجتمع ايضا ما كيرحمش، وكنعرفوا باننا في فصل الشتاء والبرد القارس، فربما الناس كتكون في المنازل ديالها فما بالك الناس اللي كيعيشوا في الشارع العام. انتم كتشوفوا يعني قصة مؤلمة جدا، كنتمنى ان اي واحد يعتبر هذه بمثابة الاخت ديالو يعتبرها بمثابة وحدة من العائلة ديالو، يبارطاجي هذا اللايف فما تخسر والو الا بارطاجيتي على اوسع نطاق وفي المجموعات يعني ديال مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل الرسالة. تحياتي لكم والى الملتقى.